ومعنا في الاستديو محمد علي والبلال، مدير مهرجان النسخة الثانية من ليالي المديح النبوية. أهلا بك. إذا أهلا بك. النسخة الثانية من مهرجان ليالي المدح أسدل ستارها إلى أي حد وفقتم في تحقيق أهدافكم؟ الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أشكر قناة المرابطون على إتاحة الفرصة للمرة الثانية لتسليط الضوء على مهرجان ليالي المدح. الحمد لله، جوابا على سؤالك، بطبيعة الحال بإمكانيات بسيطة لكن بجهد وبفريق قوي وكبير تمكنا من تحقيق هدفنا، وهو المهرجان الثاني لليالي المدح. بطبيعة الحال الحمد لله المهرجان يتألف من فريق يتكون مما يزيد على 39 فرد من جميع التخصصات، سواء كان الإعلام، سواء كان مجال الاتصال، سواء كان فنيين، سواء كان إعلاميين، ومن مختلف مشارب الأفكار ومن مختلف التيارات الفكرية. لذا كان هذا هو قوة المهرجان، وهو اللي خلانا نقدوا حقه هذا الهدف اللي هو تحقيق النسخة الثانية من مهرجان ليالي المدح، بطبيعة الحال بظروف عادية وبسيطة وبوسائل. طيب، صيانة موروث ثقافي شفاهي، هل تعتقد أن يمكن تحقيقها وفقط عبر تنظيم مثل هذه المهرجانات؟ المهرجان فقط هو نشاط من ضمن مجموعة من الأنشطة سيقوم بها لاحقا مركز ترانيم للفنون الشعبية الذي أسسناه من أجل مواكبة هذا العمل الكبير الذي سنقوم به في المستقبل. إضافة إلى السهرات المديحية، هناك ندوات حوارية ونقاشية حول هذا الموروث الثقافي، حول تاريخه، ومن خلاله نحاول أن نكتب المدح من جديد. الآن المدح غير مكتوب، غير موجود مكتوب. احنا نحاول أن نكتب المدح من جديد من أجل تزويده، من أجل ترويجه، ومن أجل ديرانه في روايات يمكن الآخر يتمكن منها. نفكروا عنا نفتحوا موقع إلكتروني للمدح، يعود فيه المدح موجود نذري، يعود موجود به بالصورة. طيب، ويعود أيضا موجود. يتحدث البعض عن عزوف خصوصا في صفوف الشباب عن الموروث الثقافي بشكل عام، هل ينطبق ذلك أيضا على المدح؟ طبيعة الحال نعم، به اللي هو المدح. منين يعلم المدح؟ يعلم عادة في البادية، في الأرياف. نحن في المدينة كبرنا ما نعرف المدح، وهذا من الأسباب اللي جعلت فريق المهرجان وجعلت مركز ترانيم للفنون الشعبية أنه يشتغل على هذه الناحية، لأن الناس كاملة قيس الوسط الحضري. إلى ما نتلاشى وهذا الموروث الثقافي بعض السنوات يعود الأجيال القادمة ما تعرف شيء عن هذا الموروث الثقافي. طيب، ما مستوى تعاطي الجهات الرسمية معكم في إطار الاهتمام بالموروث الثقافي الشعبي؟ طبيعة الحال المهرجان افتتاح من طرف أو وزيرة الثقافة كانت موجودة في افتتاح رسمي للمهرجان. وزارة الثقافة تبنت المهرجان وكتبت رسميا ورقة بتبني المهرجان. بالأمس كان معنا مدير الثقافة هو الآخر من أجل اختتام المهرجان. إذن أظن بأن الجهات الرسمية وخاصة وزارة الثقافة بعد الاجتماعات اللي جرت بين الفريق ووزارة الثقافة أبدت كل الاستعداد لمواكبة هذا المهرجان، لكن المواكبة تتطلب بعض الأمور المالية واللوجستيكية. حتى الآن هذه الأمور لم تتحقق، لكن أظن على النية صادقة والقضية موجودة. إذن محمد علي والبلال، مدير مهرجان النسخة الثانية من ليالي المديح النبوي، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم.